نقول حاجه عشان نبقى واقعيين برضو يعني ونجيب من الاخر. احب انا يعني الدايت صعب، الدايت جداً صعب بجد جدا، وحاجه يعني بجد بتجيب اكتئاب اصلا، والمود بيبوظ ونفسك بتروح لحاجات وبتبقى عصبي، يعني دي اعراض الدايت، اعراض الانسحاب. انسحاب الاكل بصراحه. فيعني نعمل ايه ومن غير ما يعني ليه ايه ممكن ناكله من غير ما نجوع ونخش في مود اكتئاب بقى، يعني نسهلها على نفسنا ازاي؟ حلو قوي السؤال ده، انت جبتي الخلاصه. اما بتقولي الدايت صعب وبيجيب اكتئاب واعراض انسحاب، ده فعلا بيحصل، لان عاده اللي بيتخن بيتخن عشان بياكل الحاجات اللي بتعمل ادمان، زي ادمان المخدرات. اما حد يجي يكون مدمن مخدرات بيودوه مصحه يقفلوا عليه، لان ما يقدروش يبطلوا مره واحده. النيكوتين اللي بيشرب سجاير بيحط له باتش تطلع نيكوتين قليل لغايه ما يبطل. ففعلا اللي بيبتدي دايت غلط من بياكل كده لما ياكلش خالص بيجيله اكتئاب. مش كده تملي، بنقول التدريج، يمكن كذا مره قلناها، فاكره نشيل ربع الطبق نشيل مش عارف ايه. ما ينفعش ابقى باخد المواد اللي بتعمل اكتئاب، بتعمل تحسن المود، زي السكر الابيض والدقيق الابيض، زي اللي كل بناكله. ما اللي بيتخن بياكل ايه؟ حلويات، يا كيكه، يا بيتزا، يا مخبوزات، كل الحاجات دي، الحاجات اللي هي دقيق ابيض وسكر ابيض اللي بتجيب ادمان. ما ينفعش الناس تيجي تقول لي ايه انا عامله دايت، عامله ايه يا ستي؟ شايله نشويات ودهون خالص. طب ما انا هيجي لي اكتئاب، واما بطل وخسيت 20 كيلو هيجي لي انفجار بعديها، لان محدش بيعيش كده. فالحل في التدريج. اما بدرج الموضوع مخي بينسى بالتدريج، زي بالظبط باتش النيكوتين، زي ما اروح مصحه يبتدوا يدوا المخدر بصوره منتظمه قليله جراديولي، فالمخ يبتدي ينسى، فاعرف ابقى طبيعي، اعرف اخد حلويات مرتين ثلاثه. مشيش كده اللي عمله كيتو مثلا، كيتو بيمنع النشويات خالص. تيجي تقول لك ايه انا قاعده في رمضان البسبوسه قدامي والكنافه ما بقتش اشتهيها، تعبت اول اسبوع جالي كيتو فلو اللي هو الصداع واعراض الانسحاب، بعد كده جسمي اتعود. اعراض الانسحاب بالظبط هي ادمان، وبعدين جسمي اتعود. انسحاب البسبوسه. فدي مهمه جدا ان الناس، احنا انا بعاني من زي ما قلنا قبل كده المفاهيم الغلط، ان انا بتتم مسلوقين فراخ مشويه وسلطه وزبادي، دي مش عيشه، صعبه، لا مش قادر يعملها. لكن التنظيمه والتدريجه وان انا اخد حلويات مره مرتين ثلاثه في الاسبوع في ظل سعراتي بطريقه منظمه، دي بتمشي الموضوع. اخد حلويات حلوية. بمعنى يعني اخد واحده بلح الشام ولا يعني اخد طبق؟ يعني لا بصي، طبعا كلمه واحده ولا اتنين جعانه شكلها. انت بتتكلم في الطبق، خلي بالك لو دخلنا في رمضان فجاه بلح الشاي. وحده القياس عندها طبق. لا هي الفكره طبعا السعرات بتتحسب، يعني انت غير كريم، غيري غير اي طبعًا. حد. فمثلا لو بلح الشام مثلا بتدي 200 سعر، هو انت اصلا بتاخدي كام سعر في اليوم عشان اخلي لك منهم 200 في بلح الشام؟ هي دي اللي بتفرق. فواحده او اثنين وثلاثه اكوردنج للبادي باس اندكس او مؤشر كتله الجسم. اللي قد كده دي 200 سعر؟ بصي، اصل في دلوقتي بالقشطه وبالشوكولاته وبتحطيها في صوص، يعني في حاجات، في حاجات بيخترعوها.